إذا تردون بركة في شهادتكم الجامعية ودراستكم لابد من الالتزام بالدين. إن تضرقتم لقضية الاحتفالات وهذه الفترة موسم التخرج والاحتفالات وبعض الحفلات التنكرية وغيرها من الأمور المحرمة التي ذكرتم، ما هي رسالتكم وما هو البديل؟ أولاً، المجتمع منقسم على نفسه مع الأسف، بعض متدين ويلتزم وبعض بالعكس، لكن الأقلية في الحقيقة هي غير ملتزمة وليست الأكثرية، لكن أقلية صوتها رفيع. حينما ترى في البلاد الإسلامية أقلية تتظاهر بالفسق بالفجور بكشف الحجاب ما شابه ذلك، أعرف هاي أقلية، لكن الأقلية تجد صدى لكلامها، صوتها عالي. الآن لو واحد يقوم في هذا الجمع وكلكم مستمعون لي، لكن يصرخ فر الصرخة كلكم تتوجهون إلى، مو لأنه يمثل أكثرية، لأن صوته عالي. أنتوا لازم تتحولون إلى الصوت العالي الحكيم الرزين. وفيما يرتبط بإقامة هذه الاحتفالات، أنت يمكن أن تدرس في الجامعة وتتخرج وتحمل الشهادة الجامعية، لكن البركة لن تأتيك إلا من الله. كما يمكنك أن تشتري سيارة، لكن يمكن أن تشتري الأمن في السيارة، أن لا تصطدم، أن ما تصدمك سيارة أخرى، لا يمكن. إذا تردون بركة في شهادتكم الجامعية ودراستكم لابد من الالتزام بالدين والتظاهر بالدين. يعني إحنا عندنا بعض الشعائر مو في البيوت، شعائر في الشارع، شعائر الدين، شعائر الحج، إن الصفا والمروة من شعائر الله. لازم أنت تطلع رؤساء الدول، مراجع التقليد ماكو، الكل يجي هنا وقسم من هذا المكان يركض فيه، لأن شعيرة، الشعيرة فيها تظاهر بالدين. أنا ما أخجل، لازم ما أخجل إذا تظاهرت بأنني متدين وإنني أصلي وإنني ملتزم، ما لازم أخجل، هذا ديني. وإحنا نريد البركة، حينما تريدون البركة لابد أن تخلو الاحتفالات وما شابه ذلك من أشياء فيها معصية. المعصية معصية معصية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت في الجامعة أو في الشارع، ماكو فرق، معصية معصية. فإذا كانت هنالك معصية في هذه الاحتفالات، أولا لابد من البحث عن عدم إقامتها في داخل الحرم الجامعي. مو فاتحين كباريه، الجامعة محل الدراسة، مثل ما يقول لك احنا ما فاتحين مسجد، قل خو احنا ما فاتحين بار، احنا ايضا فاتحين جامعة للدراسة، فليش يصير رقص ويصير غناء وتلاقي البنات مع الاولاد والى اخره؟ ليش؟